بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمدك ربي سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا، لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نحيا عليها ونموت عليها ونلقى الله بها. كان ولا مكان، سبحانه وتعالى كان ولا مكان، لم يتغير عما كان قبل خلق المكان، لا يحويه الزمان ولا يحده مكان، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، أمره بين الكاف والنون، إذا قال للشيء كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، صاحب المقام الأسمى والشفاعة العظمى. يا رب صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد، القائم بأمر الله، ما اشتد أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا وللناس جميعا عونا وفرجا وفرحا وشفاء وسرورا. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وزيد المرسلين الأخيار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وزين المرسلين الأخيار، وأفضل وأعظم وأكرم من أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. صل يا ربنا عليه صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار، وعلى آل بيته الطيبين الأطهار، وارض اللهم عن الصحب الكرام من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم آمين آمين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلام الطيب. سائلين المولى تبارك وتعالى أن يكون كلامنا كله طيبا، وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا. إلهنا ومولانا نسألك، فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا، قلبا خاشعا يقينا صادقا، نسألك عملا صالحا متقبلا، نسألك شفاء من كل داء، نسألك تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك السلامة من كل إثم، نسألك الغنيمة من كل بر، نسألك الفوز بالجنة، نسألك النجاة من النار، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، نسألك عيشة هنية، نسألك ميتة سوية، نسألك مردا غير مخزن ولا فاضح، نسألك فعل الخيرات، نسألك ترك المنكرات، نسألك حب المساكين، نسألك أن تغفر لنا وترحمنا، نسألك أن تتوفانا غير مفتونين، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، نسألك الإخلاص في السر والعلن، نسألك العدل في الرضا والغضب، نسألك القصد في الغنى والفقر، نسألك أن نعفو عمن ظلمنا، نسألك أن نعطي من حرمنا ونصل من قطعنا، نسألك أن يكون صمتنا فكرة ونطقنا ذكرى ونظرنا عبرة. يا ربي نسألك فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. نسألك قلبا تقيا عن الشرك نقيا، لا جافيا ولا شقيا. نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء، نسألك منازل الشهداء، نسألك مرافقة إمام الأنبياء، نسألك النصر على الأعداء. يا رب نسألك مرافقة إمام الأنبياء، يا رب نسألك
مرافقة إمام الأنبياء. يا رب نسألك النصر على الأعداء، يا رب نسألك خيري الدنيا والآخرة، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. إلهنا ومولانا نسألك الرضا والعفو عما مضى، إنه لا يقدر على ذلك غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم آمين آمين. أحباب رسول الله، ما أجمل السياحة القرآنية، ما أجمل أن نتدبر آية الذكر الحكيم. صدق الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلما تلاقي حضرتك الناس بتشقى وبتضل والناس تايهة والناس حيارة ومش عارف ورايح فين ولا جاي منين، اعرف ان هو بعيد عن القرآن. وإن كتاب الله أوثق شافع، ده هو ده المحامي بتاعنا في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن القرآن يقودنا إلى الجنة، يقودنا إلى الجنة. اللهم اجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم، دليلا إلى الخيرات كلها. القرآن والله يا حضرات دليلا إلى الخيرات كلها. صدق الله القائل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن مش مصدر شقاء، القرآن مصدر سعادة. جميل قوي. القرآن الكريم من زمان لما تكلمنا عن الملف ده قلنا انه مقسم في وعد، في وعيد، في امثال، في قصص، في نداءات. القرآن في نداءات للمؤمنين الصالحين، نداءات الرحمن لأهل الإيمان. ربنا ينادي في القرآن يا أيها الذين آمنوا. خد بالك القرآن كله ما فيش يا أيها المؤمن أو يا أيها الذي آمن. دائما القرآن يدعونا إلى أن نكون أمة واحدة، أمة واحدة، كيان واحد على قلب رجل واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة بفضل الله وتوفيقه، وذلك من فضل الله علينا والله. ولولا فضل الله عليك ورحمته، لولا فضل ربنا علينا لا هنروح ولا نيجي. ولولا فضل الله أيوة ورحمة الله علينا ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني لولا فضل ربنا ما كناش دخلنا الجامع، لولا فضل ربنا ما نعرف نحج، لولا فضل ربنا ما نعرف لا نصوم ولا نزكي. هذا ذلك من فضل الله، من فضل الله علينا ان احنا فتحنا ملف النداءات في القرآن، النداءات الرحمن لأهل الإيمان. أهل الإيمان بس هم اللي هيردوا. أما يسمعوا يا أيها الذين آمنوا لبيك يا رب، ربنا بينادي علينا. المنادي هو الله، والمنادى من المنادى المؤمنين، العباد المؤمنين. يبقى المؤمنين يعني لما تسمع يا أيها الذين آمنوا أيها إيه أنا جاهز، سمعنا وأطعنا. أيها سمعنا وأطعنا. النهاردة مع موعدنا مع تاني نداء في القرآن اللي جاء في سورة البقرة آية 153. لما هنركز في النداء ده شوف هيتبين لنا حقيقة برضو من زمان قلناها ولازم كل شوية تذكر نفسك بيها وأنا أذكر نفسي بيها، اللي هي إيه؟ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. لو جه واحد النهاردة قرر أنه يحفظ القرآن كله الصبح، لا 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 لازم احفظ القرآن كله لمصلحة مين؟ ربنا مستفيد حاجة؟ ابدا. لا والله، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يعني لازم ابقى فاهم ومستوعب ان 89 نداء اللي جم في القرآن من الله عز وجل للمؤمنين ان ربنا بيأمرهم وبيحثهم وبيدعوهم لفعل شيء معين، ان المؤمنين لو التزموا بهذا النداء وهذا التوجيه الرباني في المقام الاول والاخير، الاول والاخير المستفيد المؤمنين مش رب المؤمنين. يعني سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم، تخيل معايا كده الثقلين الانس والجن، الانس بانواعهم باصنافهم والجن بانواعهم واصنافهم من اول ما ربنا خلق اول واحد لحد اخر واحد، ايوه كانوا على اتقى قلب رجل واحد. تخيل ان الكرة الارضية نسخة من النبي محمد عليه الصلاة والسلام في تقواه وفي قيام الليل ويقوم الليل حتى تتورم قدماه وعمره ما زعل حد وما سئل عن شيء قط فقال لا عليه الصلاة والسلام.
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد اللي هو النبي يعني عليه الصلاة والسلام، ها ما زاد ذلك في ملك شيء. ربنا بيقول لنا كده، أنتم متخيلين هتزودوا حاجة في ملك ربنا؟ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل. مين أفجر قلب؟ أرينا عنه في التاريخ. مين أفجر قلب أرينا عنه في أبو جهل. كلا إن الإنسان لا يطغى. أبو جهل أطغى من فرعون. ربنا قال عن فرعون إنه طغى. في فرق ما بين طغى وما بين لا يطغى. الأني مفردة أقوى، اللي طغى تاء فعل طاء ط غين ألف اللي هي اللي احنا بنقول عليها يه بطة دي طغى، ولا لا يطغى اللام المؤكدة الأولانية دي بيسموها اللام المؤكدة. لا يطغى لا أبو جهل، أبو جهل أطغى من فرعون. يا سبحان الله، لو الثقلين زي أبو جهل. قال ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اتفقنا يا حضرات؟ يعني لما نيجي نتعرض لنداءات الرحمن لأهل الإيمان التي جاءت في القرآن، لابد أن يعلم المؤمنون جميعا كل الناس يعرفوا أنه التزمنا بهذه النداءات مصلحة لنا. ربنا مش مستفيد حاجة خالص سبحانه وتعالى. إن الله لغني عن العالمين، ربنا قال كده. ومن جاهد اللي هيتعب ويجتهد وهيحقق النداءات دي والتوجيهات الربانية، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. عشان بس ما حد النفس الأمارة بالسوء يقول أنا لسه هعمل ربنا بيأمرني يا أنا هلتزم بالأمر ده. حيلك حيلك. مراعى على نفسك شوية، ده مصلحتك، ربنا مش مستفيد حاجة. تعالوا نشوف النداء التاني عشان تعرفوا. والله يا حضرات انا اقسم لكم بالله على الهواء انه اذا التزمنا بهذا التوجيه الجميل اللي جاي للمؤمنين في صورة البقرة في الاية رقم 153، والله الخير كله هيجي لنا، والله الخير هيجي لنا. قال تعالى يا ايها الذين امنوا، اي نعم يا رب، استعينوا. ايوه نستعين بايه؟ الوسائل المساعدة. ايوه عندك وسائل مساعدة تعينك في الحياة، تعينك على التقدم، تعينك على الرقي، تعينك على الازدهار، تعينك على انك تحيا حياة كريمة. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة. من دول تسيبهمش ابدا، ان الله مع الصابرين. هنيئا هنيئا لكم ايها الصابرون، ربنا معاكم خلاص. من كان الله معه فمن يكون عليه. فاكرين يا حضرات لما قلت زمان ان الله مع او والله مع في القرآن جت في كم حاجة؟ جت مع الصابرين، او ان الله مع الصابرين، وجت مع المتقين واعلموا ان الله مع المتقين، وجت مع المؤمنين ان الله مع المؤمنين سورة الانفال، وجت مع المحسنين آخر سورة النحل، وإن الله لمع المحسنين. ربنا مع الصابرين، مع المتقين، مع المؤمنين، مع المحسنين، معية ربنا مع الناس دول. طيب من كان الله معه فمن يكون عليه؟ طب بالله عليكم يا حضرات، من وجد الله فماذا فقد؟ إيه اللي ضاع منه؟ يعني اللي معاه ربنا ناقصه إيه؟ من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ مسكين ده، مسكين والله. يعني اللي معهوش معية ربنا معاه ايه؟ الدنيا كلها دنيا ايه؟ هتعمل له ايه الدنيا؟ فلما ربنا يعلمنا في القرآن يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين، رسالة لكل مظلوم، لكل مكروب، لكل مهموم، لكل محزون، لكل مغموم، اللي اتخذ حقها واللي ضاع حقها واللي الناس اتكلمت عنه واللي الناس نالت من عرضه واللي الناس سخرت منه واللي الناس استهزأت بيه واللي شتموه على الفيسبوك واللي عمله مش عارف ايه ولا لا انت زعلان ليه يا عم الحاج؟ اهو الصبر والصلاة. لا ارد عن ولا والله ولا تكلف نفسك، ترد على مين يا سيدي؟ يعني انا لو هرد على كل شتيمة جيالي هو ده اسمه كلام؟ هو ده منطق وده عقل؟ يا اخي سبحان الله، هو اللي عنده قضية
بيشغل نفسه انه يروح يترافع قدام القاضي ولا يروح يوكل محامي. لا ده لو المحامي جاي يتناقش معاه في حاجه اقول له يا متر الله يسترك انا دماغي فيها اللي مكفيها، الصح اعمله صح ولا لا يا حضرات؟ حسبنا الله ونعم الوكيل بس خلاص. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يا جماعه لكم رب سبحانه وتعالى يدبر الامر، يجيب لك حقك والله وانت نايم في بيتك، والله ما هتتعب، اصبر بقى. قال صلى الله عليه وسلم: ما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة. يا حضرات أين نحن من الصبر؟ معلش يا سلمى أنا مطول عليكي، بس بصراحة الحديث عن الصبر والصلاة محتاج شوية شغل. سلمى سلام عليكم. سلام ورحمة الله، ازاي حضرتك يا شيخ؟ أهلا بيك يا حاجة سلمى، اتفضلي. اتفضلي. ازاي حضرتك؟ أهلا بيك، اتفضلي. هو أنا سؤال واحد بس. يلا. هي الدنيا كلها بتزق الإنسان أن يتخلص من حياته على أساس هو ده الحل، يعمل إيه؟ حاضر، يعني بمعنى أنا فهمت المعنى، انتحر انتحر وخلص نفسك. لا لا لا، هقول لحضرتك حاجة، أنا عندي أربع بنات، أبوهم سابهم وهم لسه في مراحل تعليمية أولى. أيوه. انا جوزت اتنين التانيين اللي هم فاضلين معايا، واحده في الكليه رابعه وواحده في ثالثه ثانويه عامه. وعايزه اقول لحضرتك انا جاني الغضروف وجاني عندي عمليتين، واحده غضروف وواحده تغيير مفاصل، وانا اللي بشتغل على اولادي وابوهم سابهم. طيب ما حضرش حتى جواز واحده فيهم عشان ما يتكلفش بيهم، ما يعرفش عنهم حاجه. هو ما يعرفش عنهم حاجه. دلوقتي رحت للبنك قلت له انا عندي عمليتين وتعبانه جدا ومش قادره اشتغل، قال لي لو احنا نستغنى عن الفلوس اللي عندك دي في حاله الموت بس. ايوه. بالنسبه لاماكن ثانيه رحت، يا جماعه انا عندي غضروف وعندي بنات وعندي ايجار بدفعه لان انا ساكنه، قال لي في حاله السجن. يا مدام سلمى، يا حاجه سلمى. نعم. حضرتك رحت للبنك صح؟ بالظبط. طيب. عشان اجوز بهم البنات. ماشي انا معاكي. انا معاكي واحده واحده اهو. رحت لربنا طيب؟ بالليل بصلي. أه؟ ما بتخلاش عن فرض من فروض وبدعي له طول الليل، ما عنديش غيره. الله يستر. ولا املك بن ادم في الدنيا غيره. خلاص حاضر يا حاجه سلمى. وتواصلي برضه معانا بعد الهوا ان شاء الله، ربنا يعني جعلنا سبب كده وعون لك ان شاء الله، ربنا يفرش كربك يا حاجه سلمى. محمد سلام عليكم. يا عم محمد سلام عليكم. اهلا وسلام عليكم. عليكم السلام يا حاج محمد، اهلا بيك، اتفضل. والله يا شيخنا انا كنت عايز استفسر على حاجه بس. اتفضل يا سيدي. انا تعبان عامل حادثه بقالي 7 سنين وعندي شلل نصفي. شفاك الله وعافاك. وجالي كرح فراش ومطلعين دود من رجليا. لا حول ولا وانا عندي دلوقتي 30 سنه. لا حول ولا قوه. واخد بال حضرتك وجالي شفاك الله وعافاك. طب السؤال النظريه مش في كده، النظريه مش في كده بقى. ايه؟ اللي انا بتكلم فيه، انا كنت بعد ما تعبت بسنه جبت تليفون ولما مؤاخذة يعني انا اسف في اللفظ اتحكي لي عليه حاجات مش كويسه. ايوه. فاتفرجت عليها النهارده بالليل مثلا، وقمت تاني يوم الصبح ببص عليها لقيتها مش موجوده ولقيت مكانها قران. طيب. من سنه او سنه ونص الله اعلم مش متذكر، في جالي في المنام ان انا في منام. أيوة. كنت قاعد على كنت سليم في المنام وساند ظهر على الكعبة، وجاني حد وقف بينه وبين الأرض متر، مش واقف على الأرض. أيوة. كفوف رجليه بيضة. أيوة. وكفوف إيديه بيضة والرأس كلها بيضة ولابس جلابية بيضة بكم. أيوة. فبينادى عليا فبقول مين؟ بقول لي أنا رسول الله يا محمد عليه الصلاة والسلام. فبصيت له كده قام قايل لي انت بجواري في الجنة ان شاء الله يا محمد. ما شاء الله. ومشي. جالي بعدها بفترة بس كنت في المنام تعبان. ايوه. وانا مشغل اغاني على التلفزيون في المنام. على التليفون تقصد؟ على التلفزيون. ماشي على التلفزيون. فجالي في المنام كده يعني بالظبط. ايوه. وجالي بينه وبين الارض متر ونفس الهيئة اللي انا حكيتها لحضرتك دي. ايوه. وقال لي القرآن يا محمد وسابني ومشي. ايوه. جالي بقى من في خلال شهر 8 ده بعد 5/8. ايوه. جاني كنت انا سليم ورايح جايب اللي هو زي المنظار اللي بيتعمل بيه منظار ده. ايوه. ورايح عند تابوت كده، عند تابوت وانا شايف في المنام ان هو تابوت سيدنا محمد. ايوه.
وبنزل المنظار من خرطوم، من الخرطوم بتاع المنظار ده من فوق، من فوق من خرم من التابوت. ايوه. علشان انا عايز اشوف ايه اللي جوه التابوت. طيب. فلقيت صوت عالي بيزعق لي بيقول لي هذا خطأ يا محمد، وانا جاي بجري من قدامه، قال لي واعلم انك بجواري في الجنة. ايوه. وانا عايز ولما بقول في حاجات يا شيخنا لما بقول عليها هتحصل بتحصل ولو بعد 5 سنين مثلا، 3 سنين، 6 سنين. ربنا يكرمك يا محمد ويصلح حالك ويمن عليك بالشفاء والعافية. حاضر، هجاوب حضرتك. شكرا ليك يا حاجة امال. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه معلش انا هطول عليك شوية. اتفضلي يا حاجة امال. انا جوزي توفى وساب لي 4 عيال. الله يرحمه. 4 اولاد، وولد منهم كان عنده سنة، والبنت تانية ابتدائي وواحدة اولى ابتدائي. ايوه. وبعدين انا لما مات بقى طبعا انا كان معاشي 174 جنيه. ايوه. جهدت وعلمتهم وجوزتهم، وجي الولد الاخراني. ايوه. الواد الاخراني جبت له، جبت لكل عيل منهم شقة، جبت الولد شقة واتجوز ومشي. عظيم. والبنتين متجوزين بره. طيب. بنت منهم جوزها مات وسايب لها 3 اطفال. وانا دلوقتي ابني ده جوزته ما دفعش حاجة خالص، انا اللي دفع له كل حاجة. ايوه. وبعد كده هني وبهدني. هو والولد التاني، وانا كنت قايلة له هديك شقة. طيب. طبعا انا جهزته وجبت له شقة بره. طب السؤال ايه بقى؟ السؤال ايه؟ نعم. السؤال ايه بقى يا حاجة امال؟ هل الشقة دي من حقه؟ انا شقة اللي انت قاعدة فيها؟ اللي عندي انا. طيب حاضر. انا دلوقتي جبت له شقة بره. حاضر. دفعت له 10,000 وجبت له شقة بره، وانا نفسي احك تعبي ده كله. حاضر هجاوبك. شكرا ليك، شكرا ليك. يا حضرات ولادكم ما لهمش حقوق عندكم غير حق التربية. ابني له حق عندي ايه؟ ان انا اختار امه، ان انا احسن اسمه، اسمي اسم كويس، ان انا اعلمه شيئا من القرآن. هتسيب ليه لما تموت يا بابا؟ الا سيب لك. مش هسيب لك حاجة. طب يلا بقى مش هتجوزني؟ واجوزك ليه؟ انا مش ربيتك وخدت شهادة؟ اشتغل وجوز نفسك وانا اللي هجوزك. قال لها طب انا اتجوزت مش هتصرف عليا بقى انا ومراتي؟ ايه الكلام ده يا حاجة امال؟ ربنا يكرمك، انت جوزتي ولادك وهم بقى ايه عايزين طمعانين في امهم، وهي ست ولا عايزه حج فلوسي، عايزه حج، ده حقك، اعملي اللي انت عايزاه في مالك. من حكم في ماله ما ظلم، دي فلوسك، تروحي تحجي، تروحي تعملي عمره، تعملي دار ايتام، تتصدقي بيها، تجوزي حد ما تجوزش غير ولادك، ده خيار لك. تاخديها وتوزعيها على ولادك بالتساوي. اي حاجة احنا بنعملها حال حياتنا لاولادنا، مش للذكر مثل حظ الانثيين يا حضرات. الذكر زي الانثى بالضبط، عندك ولدين وبنتين وربنا من عليك بقرشين عايز توزعهم على ولادك، وماله، وزع بالتساوي. ربنا من عليك وبنيت عمارة، كلهم زي بعض، كل واحد ياخد شقة زي التاني، مش هدي الواد شقة 200 متر ودي شقة البنت شقة 100 متر، لا كله زي بعضه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ساووا بين أولادكم في العطية. يا عم منير السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شيخنا الجليل. أهلا وسهلا ومرحبا. ألف مبروك الحج وعبالك. الله يكرم. إن شاء الله. الله يكرم. عبالك يا سيدي إن شاء الله، ربنا يمن علينا بالصحبة. أسأل حضرتك بقى أسأل في الحج. اتفضل. دلوقتي إحنا كنا بنحج في 2001 ورمينا العقبة الكبرى. أيوه. وطلعنا عشان نعمل الساعة طواف الإفاضة. أيوه. كنا مجموعة بقى رجال وستات وعبال بقى والزحام وبتاع، عملنا طواف الإفاضة وحلقنا وبتاع، وجينا نرجع لمنى في السكة زحمة وتأخرنا قوي، ورحنا بعد الساعة 12. طيب. ده كده يبقى فيه هدي ولا؟ حاضر. بس كده؟ ماشي يا سيدي، تقبل الله حجك يا حاج منير، وما فيش أي مشكلة خالص، إن شاء الله ترجع. إن شاء الله ترجع منها الساعة 13 حتى، ما فيهاش مشكلة خالص. المهم إنك رجعت منها. وهي يعني 2001. يا 2001، انا فاكر 2001 ديت كنا بنتكلم في الحج، وبعدين واحد داخل منها زعلان قوي، يا
ايه يا جماعة زعلان ليه يا عم؟ قول لهم يا راجل انا راكب الاتوبيس بقالي 6 ساعات في الاتوبيس، 6 ساعات في الاتوبيس. واحد منهم رد قال له زعلان قوي 6 ساعات، احنا السنة اللي فاتت قعدنا 12 ساعة في الاتوبيس. لمن لا يعلم المسافة ما بين منى ومكة، لو هتمشيها، لو هتمشيها تمشيها براحتك كده خالص خالص، تمشيها كده، تمشي شوية وتستريح شوية، تاخد لك ساعة زمن اللي يمشيها، وكان اللي يركبها ياخد 6 ساعات. ربنا يتقبل لحاج منير. المهم ان حضرتك دخلت منها. ام زينة، ام زينة السلام عليكم. ازيك يا شيخ رمضان؟ اهلا وسهلا يا ام زينة، اتفضلي. حضرتك طيب؟ كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيب. والله يا شيخ رمضان انا كنت عايزه بس رقم تليفون حضرتك، لان انا في ضيقه جامده قوي. ربنا يفرج كربك يا ام زينة، احولك للكنترول. شكرا ليكي. ام محمد السلام عليكم. انا عايزه ممكن رقمك. حاضر يا ام محمد. هحاولك للكنترول. شكرا ليكي واحسن الله اليكي. عايز اتكلم عن الصبر والصلاه شويه حضرات الله يكرمكم، فمعلش يعني انا بعتذر لاخواننا ان انا باخر الاتصالات شويه. يبقى الصبر، احنا فين من الصبر؟ انتوا عارفين الصبر هو اساس الاخلاق كلها. الحلم صبر، العفو صبر، الاحسان صبر، الكرم صبر، الشجاعه صبر، ازاي ادخل ويبقى عندي ثبات كده وانا بقاتل العدو، صبر، كله صبر. الطاعة محتاجة صبر، المعصية صبر عن المعصية، ابعد عن المعصية، ده محتاج صبر. الدنيا نفسها لا تستقيم بدون صبر، لان الدنيا خلق الموت والحياة ليبلوكم، هي بادئة بالامتحان. شوف ليبلوكم، في الابتلاء امتحان. والله يقول في القرآن ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى احنا ما نعرفش نعيش من غير الصبر. احنا فين من الصبر يا حضراتكم؟ النهاردة اللي بيتعرض لمظلمة عايز يقلب الدنيا، ليه تقلبها؟ اللي ظلمت في بيتها عايزة تهد، يقول لك هد المعبد على اللي فيه، ليه يا اختي؟ طب ما تصبري. اللي اتظلم في شغله، يا اخي النبي عليه السلام دعانا الى الصبر. يا اخي انت مش عايز ربنا ينصرك؟ اه عايز ربنا ينصرني. طيب عايز ربنا ينصرك، ركز معايا. ايوه عايز ربنا ينصرني. انت متاكد ان عايز ربنا؟ والله العظيم عايز ربنا ينصرني. رسول الله يقول واعلم ان النصر مع الصبر. طبعا هو في نصر من غير صبر؟ بيجي ازاي ده؟ اقول لكم على حاجه، هو في ثانويه عامه من غير صبر؟ مش لازم ولادنا يصبروا؟ في شهادة تخرج من غير صبر؟ ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. واللي مش هيتعلم، اللي مش هيصبر على مرارة العلم، مرارة طبعا، انك تروح وتصحى الصبح وتروح الجامعة وتسهر بالليل وتذاكر وتلخص وتكتب، ده صبر. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. ما فيش حاجة في الدنيا تستقيم من غير صبر. النهاردة ما بقاش عندنا طولة بال يا أخي، سبحان الله. ده لو واحدة في الشارع بتركن عربيتها، ما عندناش صبر ان احنا نصبر عليها لحد ما تركن. لو واحد ماشي بعربيته وتايه مش من المنطقة، بيسأل على عنوان، فوقف يا جماعة محدش يعرف فين جامع الفلاني ولا بتاع، تلاقي الدنيا وراء سيل من عربات وراء كلاكسات، ما يسألش، يتوه يعني. الصبر، ألا بالصبر تبلغ ما تريد. والله كل اللي انت عايزه، والله كل اللي انت عايزه، ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. تريد النفس أن تبلغ مناها ويأبى الله إلا ما يريد. كله عايز دلوقتي، ناو الآن حالا. يا ابن اصبر يا ابن، مش كده يا حضرات. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. اللي يستعجل قطف الثمرة قبل بدو صلاحها خسرها. الثمرة ليها فترة تقعد على الشجرة، ما يعني المانجا، البرتقان، اللي مش عارف، قبل وقت معين لا ما تتاكلش لسه. سبحانك يا رب. أطفناها قبل بدو صلاحها،
نزلنا الجنين قبل نفخ الروح فيه قبل 4 شهور. نعمل به ايه ده ان شاء الله؟ هيبقى ايه؟ ولا حاجة. لازم كل حاجة تاخد وقتها. يبقى الصبر. بقول لأهالينا والله شفنا أمهاتنا والله جزاهن الله عنا خير الجزاء، آبائنا جزاهن الله عنا خير الجزاء، شفنا الناس دي كانت موسوعة صبر قدامنا في جلد الأم. يا نهار أبيض، عندها 6 7 8 عيال في البيت وسبحان الله بطل جبل شايلة البيت على رأسها، ربنا كافئها ورضاها في ولادها، خرج لها ده دكتور، خرج لها ده مهندس، وخرج لها ده محاسب، وخرج لها ده شيخ، اشمعنى شيخ يعني، خرج لها ده ضابط، خرج لها ده وكيل نيابة، خرج لها ديت مهندسة، وخرج وهكذا وهكذا وهكذا. النماذج اللي موجودة في البيوت المصرية الجميلة والبيوت العربية الجميلة، كل البيوت الصبر، زي ما انا عمال اصبر على الاير بيس اللي عمال يطلع من وداني كل شيء، او صبر او ده لون من الوان الصبر برضه. يبقى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر اول حاجة، ما تفرطش فيه، طول بالك، ما تبقاش سريع الغضب، ما تبقاش سريع الانفعال، ما تستعجلش، بالراحة اصبر، والله ربنا هيبلغك لمناك ومرادك بالصبر. والتقي بحضراتكم بمشيئة الله بعد هذه الاستراحة القصيرة، ابقوا معنا اكرمكم الله. الكرام، اهلا بحضراتكم مجددا. بتحضرني كلمه للشيخ الغزالي الله يرحمه رحمه واسعه، سيدنا الشيخ محمد الغزالي، لما يقول المسلمون يحسنون الموت في سبيل الله ولا يحسنون الحياه في سبيل الله. يعني قلت له نفسي اموت شهيد في سبيل الله. طب ما نفسكش تحيا حياه كريمه في سبيل الله؟ عشان نحيا حياه كريمه يا حضرات، وعشان نحيا حياه طيبه، وعشان تتغلب على الدنيا بصعابها، انت ليك جناحين، استعينوا بالصبر والصلاة. عارف يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيدخل اهل الجنة الجنة، طب هم ليه دخلوا الجنة؟ بايه دخلوها؟ تخيل ربنا بيقول ايه؟ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. خير كله والنعيم كله، جزاهم الجنة بإيه؟ بصبرهم. وكلنا نعلم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لما صاحبتك تزعلك، ولما أختك تعمل فيك موقف مش ولا بد، أصبري. عايزة فضفض، ليه تفضفضي؟ هتخنق، هموت، فضفضي وشوش الأرض، صلي ركعتين وسجود لربنا، يعني يا رب بقى صاحبتي اللي ده الوحيدة اللي خرجت بها من الدنيا، ده كذا ده، فضفضي. انما نفضفض لبعض كده ما بقاش عندنا طولة بال، ما بقاش عندنا جلد زي زمان. ده زمان والله انا فاكر واحنا اطفال كده كان بتقلنا الغاز وفوازير كده ونقعد نفكر فيها، وبعدين فوازير كده نقعد نفكر لحد ما نوصل للحل. مثلا دلوقتي تعال قول لواحد لغز كده، قول له عايز اقول لك فزورة، اول ما تقولها يقول لك ها هات من الاخر لخص، وبعدين طب افكر فيه، يقول لك افكر ايه؟ يعني احنا كمان ما عندناش وقت للتفكير. يعني اولادنا النهارده مش عايز يفكر، مش عايز يدي نفسه مساحه من التفكير. انا عايز مدرس يشرح لي الماده دي، طب جرب يا ابني، جرب انت تذاكر. لا 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 صعبه علي، حاول. صح ولا لا؟ كنا نحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة، والله ربنا بيكرمنا بالصبر. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة، يبقى لازم نصبر يا حضرات. ولربك فاصبر، يبقى لازم نصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، يبقى لازم أصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يبقى لازم أصبر. الصبر، استعينوا بالصبر، هو الصبر اللي هيوصلك. وايه كمان؟ ده الجناح الاول الصبر. الجناح الثاني الصلاة. يا سلام الصلاة، والله العظيم الحمد لله على نعمة الصلاة.
يا خبر، ده هي مصدر الراحة. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الذي علمنا سيدنا النبي، كان يقول يا بلال أرحنا بها يا بلال، عايزين نستريح بالصلاة بها، مش أرحنا منها، أرحنا بها يا بلال. ولما النبي يقول يعني وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم صل عليك يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أجمل حاجة في الدنيا الصلاة. ولذلك ما فيش حاجة عندنا ملهاش صلاة. والله في حاجة عندنا ملهاش صلاة؟ ربنا من عليك وجالك موضوع كده الآن تاخد ألف ولا به، ألف ولا به، صلي استخارة. طيب خلاص ربنا شرح صدرك لألف، هيخلص على خير ألف ده؟ موضوع ألف ده هيخلص على خير؟ جوازة الواد هتخلص على خير كده وتتم بهدوء ولا يبقى فيها لا سمح الله مشاكل؟ يلا يلا توكل الله، قم صلي ركعتين قضاء حاجة. ركعتين قضاء حاجة. شوف الدنيا فيها أزمة شوية والحالة الاقتصادية والمطر ما بينزلش، صلاة الاستسقاء، يلا صلاة الاستسقاء. الخسوف والكسوف للشمس والقمر، يا راجل ده لو الشمس جرى لها حاجة ولا اختفت بنوم نصلي لله. لو القمر حاجة خبته كده ولا حاجة دارت عليه ولا حاجة نقوم نصلي لله، يا سبحانك يا رب. بنصلي صلاة لله تبارك وتعالى. واحد توفاه الله وخلاص مسافر للدار الآخرة، نصلي، يلا نصلي صلاة الجنازة، مش كده ولا هي حضرات الصلاة؟ النبي يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. الزكاة فرضت سنة 2 هجرية، نزل الوحي بالأوامر القرآنية أن الزكاة فرض. الصوم كذلك فرض سنة 2 هجريا، الحج فرض سنة 9 هجريا، نزل الوحي بالآيات القرآنية بأمر من ربنا سبحانه وتعالى. طب والصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين، أيوة نزل الوحي. نزل الوحي خد النبي طلع بيه. تعال يا محمد ايه. لا الصلاة دي لعلو قدرها ومكانتها ما اتفرضتش بالأرض، اتفرضت فوق، النبي طلع فوق صلى الله عليه وآله وسلم، اخترق السماوات العلى، السبع سماوات، ثم سدرة المنتهى، ثم مكان سمع صرير الأقلام بتصريف الأقدار، ثم إلى أن وصل إلى مكان سمع النداء أنت على بساط أنس الله يا محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال التحيات لله والصلوات والطيبات، فرد الحق تبارك وتعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فردت الملائكة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في هذا المقام، في هذا المقام الرفيع، شوف يا حضرات، في هذه المنزلة العالية رفيعة القدر ديت، أهدي النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث هدايا: خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته، والصلوات الخمس. الصلوات الخمس اللي يحافظ على الصلاة في أوقاتها والله مشاكله هتتحل، والله والله الدنيا بالنسبة له يعني هتبقى سهلة وميسرة، وهيعيش في الدنيا مطمئن النفس مستريح البال، مش في مشاكل إن شاء الله. الدنيا مش هتبقى خالية من المشاكل، لكن هو هيبقى أقوى من هذه المشاكل. المؤمن يا حضرات تزول الجبال ولا يزول، هو لو شوية ريح جاية شوية ريح الجبل هيتأثر؟ يا احنا قلقانين، ده بيقولوا انه في عاصفة لا سمح الله، يعني لا سمح الله بعد بكرة، احنا قلقانين على الجبال، جبل الطور يجرى له حاجة ولا جبل احد ولا جبل يجرى له ايه؟ دريح هتعمل حاجة في الجبل؟ مش هتعمل حاجة. المؤمن كده يا حضرات، لان المؤمن عنده صبر، المؤمن بيصلي. شوف يا أخي سبحان الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر، يعني مكروب، حاجة شغلاه، حاجة في مهموم صلى الله عليه وآله وسلم، في شيء شغله، قام إلى الصلاة، يوم يصلي عليه الصلاة والسلام. يا الله فين ده يا أخي؟ ده سيدنا ربيعة ابن كعب
الاسلمي، راجل جميل قوي، راجل بحبه، صحابي جليل من صحابة رسول الله. لما النبي بيقول له سأل يا ربيعة اطلب، اتمنى علي، اطلب يا ربيعة، قال اسألك مرافقتك في الجنة، عايز ابقى جنبك في الجنة، رفيقك في الجنة يا رسول الله. النبي قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. هو السجود ده فين؟ في الصلاة. اسجد. قال يا رب اسجد، واسجد واقترب، كل ما تسجد تقرب، اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فاكثر الدعاء. عشان كده الحاجة امال ربنا يفرج كربها يا رب. ومين كمان؟ الحاجة مين اللي كان عندها مشكلة ويفرج كرب الجميع؟ اللهم الحاجة سلمة كمان. الحاجة سلمة اول متصلة معانا. ها عشان كده بنقول يا جماعة صبر وصلاة. والله اصبر اصبر وربنا هيجيب لك الفرج، والله والله هيجي لك. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، جزاء الصبر في الدنيا قبل الاخره. حضرات حد يتخيل كده انه الصبر اللي هيصبر 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 والدنيا تحط عليه وهو يصبر، والدنيا تحط عليه وهو يصبر، والدنيا تزود تشيله الهم اكتر وهو يصبر، وفي النهايه بقى لما يروح الجنه بقى يخش الجنه في الاخره؟ لا لا، لازم في الدنيا الاول. ما ظلم عبد مظلمه صبر عليه الا زاده الله به عز. والله العز للصابرين، والله العز للصابرين، والله النصر للصابرين. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. واستبد لون، استبد ايه؟ لون من الوان الصبر. فيا حضرات ربنا علمنا، اتعلمنا النهارده في القران ايه 153 في سوره البقره، ربنا ينادي المؤمنين الصالحين اللي دايما يقولوا سمعنا واطعنا، قال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. ارجوكم يا جماعه، ارجوكم، يعني بناشد بناتنا دلوقتي حديث الزواج بقى واللي اتجوزت، امسك لسانك، اضبطي نفسك. والله ما تطلعيش اسرار بيتك بره. جوزك تعبك وزهقك في عيشتك وطهقك، معلش طولي بالك، اصبري، ربنا هيجيب لك حقك. الصبر والله العظيم الصبر ما بيضيع الحقوق، عشان تبقوا فاهمين. الناس بتتخيلوا لما اقول لواحد اصبر، اصبر، يعني اسيب حقي يعني. وانت لو سبت حقك ربنا هيسيبه؟ شام انا ماشي انا وابني، ساب شنطته، الواد ساب الشنطه ومشي، انا هسيب شنطه ابني ولا هاخدها؟ ولله المثل الاعلى. هو انت لو سبت حقك ربنا هيسيبه؟ هو انت لو اتظلمت وما عرفتش تاخد حقك ربنا هيسيب لك حقك ولا هيجيبه لك لحد عندك؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فالنهارده يعني انا جاوبت على اسئله حضراتكم اثناء الاتصالات. يا محمد شاف النبي اكثر من مره في المنام، محمد مريض، وربنا يعفو عنك يا محمد ويرفع عنك البلاء وخلي ثقتك في الله. ايا ما كان يا حضرات، ايا ما كان المرض اللي يتعرض ليه الانسان المؤمن، ايا ما كان، الدكاتره ممكن يقولوا لا ده مالوش علاج، ده لسه ما اكتشفولوش علاج. المؤمن يقينه في ربنا ما بيهتز ابدا. سيدنا ايوب قال لرب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له. يعني في كل انسان في ضر، كل انسان في كرب، كل انسان مبتلى، اقول له خلي ثقتك في الله، والله ما لها حدود. والله لو الدكاتره، في دكاتره كده جماعة الأجانب دول حاجة غريبة قوي. رحت أزور مرة واحد في مستشفى كنا في أمريكا، وبعدين بطمن قال لي ألف سلام عليك، شافك الله وعافاك. قول لي إيه الدكاترة قالوا لك إيه؟ على أساس إنه هيطمنا يعني، الدكاترة قالوا لك إيه؟ رد علي الراجل المريض قال لي، قالوا لي إلحق شوف عيالك. قلت له يا راجل خلي ثقتك في الله كبيرة. وبالنسبة لرؤيتك للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد، قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. أنا جاوبت على أسئلة حضراتكم، وأنا وحضراتكم بتتصلوا بينا على الهواء مباشرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أدبنا بأدب القرآن، زيننا بزينة القرآن، خلقنا بأخلاق القرآن، أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. Thank you.
ترجمة نانسي قنقر.